انا والدي ثلاث شهداء اجا كله اجا انا والدي ثلاث شهداء عساكر والله ثلاث شهداء عساكر الله وكيلك وموظف الراتب ثلاث ايام ما عم بكفيني لا مزوت ولا جرار ولا شيء حي باب النيره طيب استاذ شهاده مش موضوع الغاز نحن بنطلب من المسؤولين انه بس يطلعوا علينا بزي عينهم هون بالمنطقه هاي بزي عينهم بزي عينهم مو بعينهم كلها انت هون مش شعار ايه ما بيجوا لعندكم المسؤولين كهرباء ما في عنا ما بيجوا المسؤولين ما حدا بيجي ولا شفنا مسؤول هون بعد دوار الشعار اجوا مره واحده بالنقط ما تحررت من خمس سنين اولت امبارح شايف هاي البنايه صورها اذا بتريد واحد شايف الانقاذ وقعت فوق سياره ماتت قطه كان اطفال راحوا هون ولت امبارح دائما بنقول لهم على ترحيل الانقاذ المحافظ رحت انا رحت انا من ذوي الشهداء انا عندي ثلاث شهداء انا ابن شهيد واخ لشهيدين رحت لعند المحافظ كذا مرات وشفت سمير جعفر هو المسؤول عن الامبيرات بحلب شفته مرتين مره قلت له صار الامبير ب 8000 قال لي لا تاكل هم قال لي مين؟ قال لي خلاص ولادك الأهم عندي صار عشرة المرة الثانية سواها 12 هلا اليوم 15 اليوم بدنا ناخذ 15 لا تاكل هم ليش عم تاكل؟ بطلنا نروح عند المحافظ بقول لك لا تاكل رحت عند المحافظ وما أنا رحت 10 مرات عند المحافظ لا استقبلني منيح عم نذكره ها استقبلني بس ما رد علي يعني راحوا بيجي بقول لك بعض الناس لا كم مره رحت عند السيد المحافظ رحت 20 مره استقبلني مرتين هي بس هالمرتين شو صار هالمرتين زاد الامبير لدرجه اليوم صار ب 15000 غاز 75700 سؤال انا كنت تشو قد ما بدك مازوت حر ب 3500 في 500 مركزيه بس عم طاقه الذكيه وهم طاقه الذكيه جرد الغاز انا صعب عليه 3 اشهر 900 يوم لا اخذ جرد غاز طب وين العدل؟ هلا هون هلا امشي انا وياك 90000 حقها، الصناعية 140 متوفر، سندويشتك 3000، أنا عم آكل سندويشة وباكيت خالص والبيت ما ياكل يعني هذا عدل؟ مو عدل بلوكس الحمد لله رب العالمين والله شو الحمد لله الحركة شغالة وبالصلاة على النبي الله ما شاء الله بسات الله والجيش العربي السوري الله يديمه آمين يا رب ويديم السيد الرئيس بشار الأسد